أهم التطورات في العراق والعالم نتابعها بدقيقتين. المحكمة العليا تقرر عدم صحة تأجيل انتخاب رئيس البرلمان. أمر ولائي اتحادي بإيقاف آلية توزيع مقاعد برلمان كردستان. العراق يدعو اتحاد المصارف العربية إلى دور في طريق التنمية. قررت المحكمة الاتحادية أن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب لم يكن قرارا صحيحا، وحكمت بعدم صحة الفقرة الثانية من قرار مجلس النواب المتخذ في 27 من كانون الثاني الماضي المتضمن تأجيل انتخاب رئيس المجلس إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من القضاء. المحكمة الاتحادية أصدرت أيضاً أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ البند الثاني من المادة الثانية في نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان. يتعلق البند بعدد مقاعد برلمان الإقليم وطريقة توزيعها بين الدوائر الانتخابية. وقد طلب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إصدار الأمر الولائي. في السياق، شرعت مفوضية الانتخابات بطباعة ورقة الاقتراع الخاصة بانتخابات برلمان كردستان، وتتضمن الورقة أسماء الأحزاب والتحالفات وأرقام المرشحين المشاركين في الانتخابات، وستطبع بأربعة نماذج للتصويت العام ونموذج للتصويت الخاص. دعا رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اتحاد المصارف العربية إلى أخذ دور في مشروع طريق التنمية، وقال خلال استقباله وفدا من الاتحاد في بغداد إنه يرحب بعقد ورشة عمل مصرفية لمناقشة دور المصارف في المشروع وفي إنشاء المدن الصناعية على مسار الطريق. نظمت طواقم طبية وصحية وقفة احتجاجية داخل مستشفى الصدر التعليمي في النجف للمطالبة بصرف رواتب متأخرة، وطالب منظمو الوقفة بصرف رواتب تشرين الثاني من العام الماضي ونيسان من العام الحالي لأكثر من 3700 موظف وعدم تكرار هذه الحالة في الأشهر المقبلة. للمزيد تابعوا منصات يوتيوب على مواقع التواصل الاجتماعي.